السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في معلومة جديدة في قناتكم معلومات معملية. إن شاء الله هتكلم إزاي أبرمج كنترول على جهاز المندري بي إي 88. أنا كنت منزل إزاي تبرمج تيست ومعلومات كتيرة عن الجهاز ده، لو حبيتوا تتابعوها إن شاء الله هتلاقوها في القناة بتاعتي. معلومات قيمة جدا عن جهاز المندري بي إي 88 من حيث البرمجة والصيانة والمشاكل اللي ممكن تقابلك وإمكانيات الجهاز. هنبدأ مع بعضنا إزاي نبرمج كنترول. برضو لما أجي أبرمج كنترول هي من نفس الصفحة بتاعة برمجة التست، بدوس على بارامتر. دي أنا فتحت الجهاز، دي الصفحة الرئيسية بتاعتي خالص. بعد كده بدوس على بارامتر، هتظهر لي الصفحة اللي بعديها اللي فيها الروتين والبروفايل والكالكوليشن، وهنلاقي هنا بيزك، وهنلاقي هنا كالد ديتيل والكواليتي كنترول انفورميشن. هختار اي تيست من اللي انا مدخلهم على الجهاز، وليكن تيست الهيموجلوبين، واختار كلمة كيو سي انفورميشن. طيب يبقى انا كده لما انا اجي ابرمج كنترول على جهاز المندري هختار تحليل وابدأ ابرمج ليه قيمة الكنترول بتاعي. يعني اخترت الهيموجلوبين، بعد ما اخلص اختار السكر، بعد ما اخلص اختار تحليل وابدأ ابرمجه زي ما انا ابرمج الهيموجلوبين بالطريقة دي. هبدأ ادخل معلومات للهيموجلوبين واختار المعلومات بتاع الكيو سي انفورميشن، وابدأ اختار الرول اللي انا ماشي بيه. هي الرول اللي انا بمشي بيه غالبا معظم الرول، اكتر رول بنمشي بيه في الكواليتي كنترول اللي هو 2S. يعني ايه 2S؟ يعني 2 ستاندرد ديفيجن تحت او فوق. يعني بيبقى تحسب ازاي؟ المين اللي هو المتوسط ناقص او زائد 2 ستاندرد ديفيجن. هبدأ اختار الرول بتاعتي، اللي هو 2 ستاندرد ديفيجن، وابدأ اقول له اللوت بتاع الكنترول بتاعي رقم كام. هقول له وليكن ليفل 1، خلاص واقفل. يبقى هنا كتبت ليفل 1. الافرج بتاعي اللي هو المين بتاعي كام، وليكن المين بتاعي 10، تمام. المين بتاعي 10، والستاندرد ديفيجن بتاعي مثلا نص. يبقى انا كتبت المين 10 والستاندرد ديفيجن نص. انا جبت الارقام ديت، انا ما جبتهاش من دماغي، هي بتبقى مكتوبه في الكنترول اللي حضرتك بتمشيه لاي تحليل. بيبقى مكتوب ليه، بيبقى نازل معاه بروشور مكتوب فيه كل القيم. فانا بقول مجازا لو الافرج بتاعي نص، الافرج بتاعي 10 والستاندرد ديفيجن بتاعي نص في ليفل 1، وهكذا في ليفل 2، وهكذا في ليفل 3 لو عندي اكتر من ليفل. بعد كده ببدا اسيف الكنترول بتاعي. يبقى انا كده اخترت الروت بتاعتي واخترت اللوت بتاعي. ممكن اكتبه اللوت اللي هو رقم التشغيله بتاعتي اللي مكتوب على الجهاز، والاكسباير او اكتبه ليفل 1 او ليفل 2، والافرج بتاعي احطه المين بتاعي والستاندرد ديفيجن. بعد كده الجهاز بيحسب، بيضرب دي في 2 بتبقى 1، ويقول 10 ناقص 1 تبقى 9، و10 زائد 1 تبقى 11. يبقى الكنترول بتاعي من 9 ل 11. يا رب اكون افدتكم. هنبص بقى ازاي، هنبص ازاي بنطبق الموضوع ده. خلاص طلعت، واخش على صفحه الكيو سي، واختار مثلا تيست الهيموجلوبين ان انا اخترته، تمام. هيقول لك من 1.9 ل 3.9 انت حضرتك ما مشيتش اي حاجه خالص، واهوت المين بتاعي اهوت، والكيرف بتاعي لو انا مشيت كنترولات هيبدا يحسب لي. يا رب ان انا اكون افدتكم في الفيديو ده. يا رب تعملوا لايك
وتدعموا القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.